29 نيسان 2024. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت. التصعيد مستمر في جنوب لبنان، والحركة الدبلوماسية لخفض التوتر تعمل لفصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة باقتراحات شفهية لا مكتوبة لا تأتي في إطار مفاوضات تقودها بلاده. أتى وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني وقابل المسؤولين اللبنانيين دون الإفصاح عن مضمون ما حمله، مكتفيا بالدعوة إلى ضبط النفس. أما صحف اليوم فانكبت على تحليل وتفكيك تفاصيل وخلفيات لقاء معراب الذي حمل عنوان 17-01 دفاعا عن لبنان. هجوم شرس شنع حزب الله على اللقاء بلسان نائبه حسن فضل الله الذي قال إن في جينات البعض فيروس ضد مقاومة الاحتلال يخلق معه حين يولد، معتبرا أن المواقف المعروفة والمكشوفة عديمة التأثير. فكيف ستعلق القوات اللبنانية على هذا الهجوم، وكيف تبرر الخطاب الذي وصف بأنه أظهر إسرائيل مظلومة، وما قيل عن اللقاء الذي وصف بأنه أتى على هيئة اجتماع للمعارضة بلا معارضة؟ في هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت أستقبل في الاستوديو رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، وسينضم إلينا خلال الحلقة الصحفي والكاتب السياسي قاسم قصير. أهلا وسهلا فيك أستاذ شارل معنا في أهلا وسهلا فيك أستاذ طبيعة، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. نبلش من حيث يعني ختمت هذه المقدمة الصغيرة، أنه اليوم كل الصحف والمواقع الإلكترونية تحلل لقاء معراب يلي جمع نحو 100 شخصية، ولكن كان لافت أنه فيه بعض الغيابات التي سجلت في هذا اللقاء. خليني نقول بداية، يعني الحلو بسؤالك الازدواجي بين أنه تركيز وتناول الصحف لهذا اللقاء، وبين إذا بدك الكلام عن غيابات، وأنه هذا اللقاء هو لقاء، يعني عم نحكي شو قيل لقاء هذه المجامع، حدا ما قدرت معراب تجمع، ما الأمر لي ما قدرت تعملها، لقاء ضعيف كله. طب إذا هالقد ضعيف وهزيل ومش قادرة تجمع وعملت كل هالجهد، وبنفس الوقت عندك بتجي صحيفة الممانعة بتحط الدكتور جعجع على الغلاف، تعطي كفر صفحة أولى ومجموعة مقالات جوا، إلى جانب طبعا مجموعة مقالات ممانعة. هذا بيعني شو؟ هذا يعني بناقض فكرة أنه اللقاء هزيل. هذا بيأكد انه الشيء اللي بتعمله بتقوم فيه القوات اللبنانيه او بتنظمه بيكون له تاثيره، بيكون فيه له ردود فعله، لانه لو فعلا ما له اي تاثير وما له طعمه ما كانوا عملوا كل هذا المجهود حتى يعملوا كل هذا الكم الهائل من المقالات وهذا التركيز من المواقف، تبلشي من المفتي ابلان من الشيخ ابلان ما بتخلص عند استاذ فضل الله، وما بينهما مجموعه كبيره من المواقف. طيب اذا هذا اللقاء مش مؤثر، وعود الشباب ما عندهم اي تاثير لا بالداخل ولا بالخارج، وما حدا بيسمع لهم حدا بيلو فيهم وفشلوا باللقاء، شو بتعمل كل هالمجهود؟ هذا شيء باكد شو؟ باكد انه كل ما كتب هو عم باكد المؤكد انا اهميه هذا اللقاء ومضمون هذا اللقاء، وقد ايه الفريق الممانع استفز بهذا اللقاء، لانه هذا اللقاء هيك اصابه بالصميم بهذا المكان. اعطيكي مثل واضح، شفت، لانه في نحن نعيش في مجتمع مليء اذا بدك بالمزايدات السياسية، زي الاحتلال الايراني، بقول يعني في مجموعه مزايدين. شفت لو كان اللقاء بدل ما يكون تحت عنوان 17-01 دفاعا عن لبنان، وينراح بالبيان تينقال نشر الجيش اللبناني على الحدود الان، ها لو كان اللقاء انه هيك تنحط عنوان اخر اقسى من هذا اللقاء، ينحط عن كان عنوان 15-59 الآن، بتحديك يا أستاذ طبيعة، بتحديك إنه ما كانت للأخبار عزبت حالة تحط الدكتور جعجع مشكورة كفر عندها، ولكن كتبت كل هذه المقالات وكان قطع 15-59 الآن كان قطع. طيب ليه 15-59 يلي بيحكي عن نزع سلاح حزب الله؟ هو قرار حق، أوكي، لماذا هذا القرار لم يكن ليستفز حزب الله؟ والقرار 17-01 الآن استفز حزب الله. هل هو القرار 17-01 الذي استفز حزب الله برأيك؟ أكيد. قال لك ليه؟ لأنه أنت عطول يلي ما نعرفه ليش هكتاب لك المزايدين، ممكن أوقات بمحبة منقولها مش باتهام بهذا المكان. أنت بهالدنيا للأسف نحن بلد صغير، وانت اللي عم بتواجهيه، انا ما عم نواجه والله، عم نتواجه على بلديه ومختار ومع مع كامل احترام للجميع، اوكي، وعضو بس نواب، انت امام مواجهه بمشروع اقليمي، رئاسه الجمهوريه نحن موقفينها،
احنا ما خلينا الممانعة تقدر تعمل رئاسة جمهورية، بس انت امام مشروع احنا غير قادرين صراحة انه نحن نقدر نوجه هذا المشروع، مشروع الاحتلال السوري بلبنان، انه هلا تفتقت اذا بدك الانسانية الدولية بعن الحقوق والحريات 2005 من 90 ل 2005 ليش كانوا غافلينه؟ بدي اقوله مش احنا بنمشي المجتمع الدولي على ريموت كنترول، هلا بيعمل هيك هلا بيعمل هيك، لا هي الفكرة انه انت بدك تكوني جاهزة لا تتقاطعي مع وضعية دولية، يعني انت بدك اللي عم تطرحي يكون على المنيو، ال 15-59 اليوم ما انه على المنيو، يعني اذا انت بتحكي مع الامريكان او مع المجتمع الدولي نزع سلاح حزب الله ما بسمعوك، مش هذا بالون، هلا اللي بالون انه ما يكون الحدود اللبنانية ينشر عليها جيش بجنوب، انت بدك تعرفي توقتي مطالبتك يتركب مع العنوان اللي عم تطرحه المجتمع الدولي، لانه انت لحالك ما فيك تعمليها، نحن يعني الحدود اللبنانيه هي حدود ايرانيه، اخي انا لبناني ماني قادر اواجه ايران، انا مش مع حزب الله المواجهه، طيب. مع ايران، خلي خلي منك الفكره، فضل. وبالتالي اذا بدك يلي صار انه هذا الاجتماع يلي هو بمعراب تقاطع مع اللي قاله وزير الخارجيه الفرنساوي حرفيا في ابتكير انه خيي نشر جيش لبنان بجنوب تطبيق 17-01 والا الاسوء، هذا اللي احنا عم نقوله، انت ركبتي على المنيو الدولي، هذا المنيو الدولي بهيدي اللحظه هي بده ايه؟ طب هل هناك جهه دوليه طلبت من القوات اللبنانيه ان تدعو لهذا اللقاء؟ ما حدا بيطلب منا، انت بدك تعرفي وقت طلباتك، يعني انت ما يعني اذا بتطلعي بتحكي كلام، يعني مثلا في بيان من 4 نواب ردوا علينا اوكي ما شاركوا باللقاء، نعم من النواب مصطفى علوش كان فيهم اندراوس يعني ما يعذبوا حالهم فتفت بس انه اوكي يعني كان فيهم بكل الاحوال ما يشاركوا حرين، يعني احنا ما ازعجكم ردهم؟ لا بس بدي اقول لك شو الفكره، احنا هن بيعملوا عده لقاءات، احنا وقت بنبعث حدا وقت ما بنبعث حدا كحزب، وبالتالي كان فيهم ما يجوا بكل بساطه، عملوا رد كشفوا حالهم، يعني كشفوا اذا بدك، انا بتاسف انه ناس بتدعي انه هي عندها اذا بدك هيك مخزون سياسي ومورس سياسي، قال ليك المنطق اللي راحوا فيه، قال تطبيق 17-01 هلا بيؤدي لشو؟ بيؤدي لانه نخلي من كب مشكله حزب الله من الحدود بنحطها على قد بالداخل، يعني منشيل مشكله حزب الله بوجه اسرائيل بنحطها بوجه الداخل، انه ايه لا لذلك لازم نطالب تطبيق اتفاق الطائفي، خي انه هو على اساس انه نحن معروض علينا عندك تابلو قدامك بتكبسي انت زرار، اذا بتكبسي ال 15-59 بتجي الاساطيل من برا بالطابور، بتكبسي اتفاق الطائف بتجي الاساطيل بالطابور، اذا بتكبسي مش هيك خي اليوم بس حتى بس نقدر نخاطب وعي الناس، اليوم صار في حرب اخطات فيها الممانعه، شو بدك خلص عملت 17/7 اكتوبر اخطات الممانعه، باخطا خطا الممانعه في كلفه بتدفعها، الكلفه بتدفعها تطبيق 17-01 بس خليني بس هجمني بس اذا تسمحي لي 17-01 منه مؤامره ومنه شيء، الوزير محمد فناش والامين العام لحزب الله موافق على هذا القرار، وبالتالي هن بال 2006 موقعين عليه بقلب الحكومه من دون تحفظ، وبالتالي هذا القرار هلا المجتمع الدولي بده يطبق. رح احكي اكثر عن 17-01 بالجزء الثاني من الحلقه، ولكن اليوم نفتح الجرايد، اجتماع للمعارضه من دون معارضه، السبت الاسود في معراب المعارضه تترك الحكيم وحيدا، لغه معراب اسرائيل مظلومه، ومقالات كثيره نشرت اليوم تتحدث عن هذا اللقاء. هذا الشيء معناته لقاء نجح، يعني انت ولكن هل نجح اللقاء بغياب التمثيل؟ في تمثيل طائفي كان غائب عن هذا اللقاء، الدروز لم يكونوا حاضرين. هوضح لي تفضل. اول شيء نحن شفت بدك تاخذي المعيار والمقياس اللي بتقيسي فيه الامور، والله ونحن عم ندعي هلا لجبهه معارضه، انا عم جبهه معارضه بتقولي لي بجبهه المعارضه المكون الدرزي مش موجود والمكون السني مش مكتمل التمثيل وكم من شيعي غايب وعلى المستوى المسيحي في مقاطعه، هذا الكلام بصح اذا انا عم ادعي لجبهه معارضه، اخي انا عم ادعي للقاء، هذا لقاء كل شهر بالبلد، اذا بترجع انت هلا على مستوى الاعلام بتخلي يطلعوا لك باليو تي في انه كم لقاء يدعى تحت عنوان حقوق الانسان والحريات والسياده و17 01 والسلاح، اوكي لقاءات على مد عينك والنظر، هذا اللقاء كل هاللقاءات بس اعطي كثير، يعني كبر الحجر في لهذا، حتى كارت مش عاملين، يعني انا بتحداك تقيلي لحدا وصل له كارد على الواتساب وعلى التليفونات عادي، نحن بالنسبه لنا لقاء ليش عاملينه هلا؟ لانه احنا شفنا بقراءتنا السياسيه رايحين لا سمح الله للأسوأ، عم نحذر خير ما بدنا حرب، نحن من اللحظه الاولى ما بدنا حرب، وبالتالي تم تضخيم هالقصة انه انتم رايحين على جبهه معارضه، خي جبهه ما بدنا نروح على جبهه معارضه، اليوم عم تتراجعوا عن خبريه جبهه المعارضه لانه في النائب فادي كرم كان سبق تحدث عن هذا الموضوع لمح اليه سابقا، ابدا ما في تقلك ليه، نحن بنقاشات
مع شيخ سامي جميل وآخرين، حاول هذا الموضوع جبهة المعارضة كوني أكيد أنا مخبرك هذه أنا بعطيكي هلأ شيء أشياء داخلية. جبهة المعارضة بدها مومنتوم. الجبهة اللبنانية كانت جبهة حقوق إنسان وحريات حقوق إنسان، ما صار الجبهة اللبنانية إلا نتيجة مجموعة أحداث وحرب ولا أدت لجبهة اللبنانية. لقاء قرنة شهوان صار في له ظروف قدر ولد برئاسة الكنيسة برعاية الكنيسة 14 أدار كان له ظروف. هلأ فيك تضلك تسعي، انتبه فيك تضلك تسعي وتحاولي، ما في ظروف لمعارضة، وبالتالي نحن ما عم نروح لأنه بالنسبة لأكتر شوي بدي خبرك شو بتعملي معارضة هلأ جبهة يمكن تعمليها أفضل شوي أقل شوي. كل جبهة بدها لحظة، لحظة سياسية لجبهة معارضة لم تأتي بعد، وبالتالي هذا اللقاء ما له علاقة بالجبهة. وعبحكيكي أناعة وعبحكيكي نقاشات داخلية ما بتوصل إلى محل فيها. لذلك عملنا هاللقاء، دعينا لكل الناس على الواتساب، ما عملنا كارت ولا عملنا دعوة. طيب ولا عملنا إعلان. لماذا غاب سامي الجميل؟ نعم؟ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لماذا غاب؟ هل هو لأنه ما بيقبل أنه يترأس سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية لقاء شامل بهذا الشكل؟ يمكن بكرة الشيخ سامي جميل يعمل لقاء عنده بكفاية أو بالصيفي. أيه؟ نبعث ممثلين من عنا. ليش مين ليش مطلوب يكون شيخ؟ يمكن ما يكون. طب نائب من الكتائب ياس حنكش مثلا نديم جميل. أول شيء تقلك شو أول شيء نوابه مسأب إنه مسافرين، هذه أول نقطة. أوكي. اثنين بعتقد التمثيل يلي بعد انه تمثيل ما تستقلي نائب رئيس الحزب، نائب رئيس الحزب ونائب سابق إلي مرة. انا بس انت عم تحكي نائب رئيس الحزب مش الخوري. يعني انت بدي اعطيكي مثل وبيسمحوا لي بالقوات حبيبات قلبي شباب كلهم وبمون على البعض منهم. يعني انت اذا هلا بتجي بتقولي له للنائب نزيه متى نائب حالي ايه شو برايك انت ايه بيكون عنده وقع اكثر، انت كنزيه او اذا كان انطوان زهره؟ شو بيقول لك؟ بيقول لك اكيد انطوان زهره. يعني اذا بتيجي بتقولي للنائب سعيد اسمر هو عم تسالي مين عنده وقع اكثر، انت كنائب حالي او الي كيروز؟ بقول لك اكيد الي كيروز. عم تحكي ميشيل خوري، بتعرفي ميشيل خوري بيقول لي ماروني بوجدان الكتائب؟ ابدا. يعني ما حدا نجرب اول شيء يفوت بيننا وبين الكتائب بهذا المحل. وبالتالي هذا اللقاء اللي قدر اجى اكيد، لانه احنا انتبه هذا اللقاء كمان مش نحن عم نقول عم نحذر من الحرب، انت رايحه على الحرب. عم نقول هذا اللقاء اهميته ارسال جيش لبناني والا تتحملون مسؤولية توسع الحرب. ولكن اليوم مضبوط هذا اللقاء له دلالات أخرى بالسياسة، ولكن شكل اللقاء مضمون اللقاء بالشخصيات التي كانت حاضرة أثار كثير من علامات الاستفهام. فارس سعيد مثلا لماذا لم يحضر؟ تقلك شو دكتور سعيد يعني عنده، هل أرسل صحيح أنه أرسل رد وما جاوبت عليه القوات اللبنانية؟ هذا الرد اللي عملوه الأربع نواب هذا هو المضمون تبعه. مؤسف صراحة يعني أنه في لا غير هيدا في رد تاني أرسله؟ أطلاقا خلطين شعبين برمضان. يعني حاكين أنه عن اللامركزية شو العلاقة هلأ اللامركزية بلقاء 17-01، وحاكين قال في طروحات العلاقة. هلأ اليوم طلع فويس القوات متقطع المتحف في خي، انت بتقطع المتحف دكتور سعيد؟ نحن ما بنقطع المتحف عظيم. تخبر تعمل انت معارضه وطنيه خي، نحن بالنسبه لنا لا نريد ما نعمل معارضه وعاملين ولك بتحكوا ب 17-01 قد ايه لما تحشنا فيه على التنفيذ. يعني صاير كله عنده اذا بدك هيك شو بيقولوا الخلفيه العونيه، لما بتروحي على التنفيذ بشيء معين بيروحوا على المزايدات. فهمت كيف؟ مثلا بيحكوكي بالاحتلال الايراني، انه اذا ما بتقولي احتلال ايراني انت بتصفي خيني بهذا المحل. في خي يعني في كلمه مسميه بعتقد الاستاذ وضاح شرار كنت عم قلي له مقابله الاستدخال. فهمت كيف؟ يعني انت الفعليه انه شو الاحتلال؟ الاحتلال توصيفه انه بيكون جيش محتل دولي، بينما الاخطر اللي عم تعمله ايران انه هي عم تقدر من الداخل تاخذ مجموعات تمسك البلد من هيدا المكان. وبالتالي بعتقد هذا المصطلح هو الافضل. بس حتى وصلك لشو؟ حتى وصلك انه ما حضر عنده يصطفل، عنده مشكله مع القوات اللبنانيه. لا عنده مشكله مع القوات اللبنانيه. شو هي هذه المشكله؟ هلا بقول لك شو هي. بس انه يصطفل يحضر او ما يحضر هذا شانه، بس انه الرد اللي عم يعمله والامور اللي عم يعملها خلا ما بنوافق عليها. بده يسمح لنا يعني نحن كل عمره طروحاتنا ايه عندنا همين، عندنا هم وطني وعندنا هم مسيحي طبيعي. شو خلاف الدكتور سعيد مع القوات اللبنانيه؟ نعم، شو خلاف الدكتور سعيد مع القوات اللبنانيه؟ انا اعتقد بمعزل عن اذا بدك الصوره الكبيره يلي بتنعطى انه حول الامور، لانه انا لا اعتبر انه في بعتقد عقده المقعد النيابي في جبيل، اعتقد ذلك صراحه انه عقده المقعد النيابي في جبيل عامله كل هذه المساله. لانه صراحه بالسياسه ايه بتعطيكي مثل
انه بيزيد عليك بالاحتلال الايراني، لك خي انه المهم بالكلمه بالمصطلح او المهم اذا بدك اكثر بالتوصيف. فنحن نعتبر حزب الله هو جزء لا يتجزا من الحرس الثوري الايراني، من المشروع الايراني، سلاحه ايراني، منشاه ايراني، ماله ايراني، بس هو هويته البدنيه. خي ما فيك تعتبري احتلال، بس وصفتوه بمجرمين ببيان بالبيان الختامي. ما عم نحكي عنه، قلو هل هو الحزب الله؟ مين عم تحكوا؟ من هم المجرمون الذين تم وصفهم في البيان الختامي؟ خي عم نحكي عن الاحداث اللي عم بتصير. أيه؟ عم بتقدم انه ايه في مجرمين متفلتين من العقاب الدولي وبالبلد، لانه اليوم يؤخذ عليكم الزميل محمد بركات باساس ميديا يقول انه وصفتم الحزب بمكان ما بالمجرمين، واسرائيل لم تاتوا على تحميل اي مسؤوليه لما قامت به من مجازر اباده في الجنوب وفي غزه. الشخص المذكور هو يعني يدعي انه هو سيادي، هو يعني قاعد عند حزب الله، اوكي، بده يرجع يطلع بالويكند، بفهمه هيك، بده يطلع بالويكند على ضيعته، وبالتالي بده يكتب ضد القوات، بده يكتب ضد القوات حتى يقدر يطلع ضيعته، وبيدعي انه هو سيادي بهذا المحل. على كل حال قد يكون المقال مستكتب او غيره، ما عندي من صاحب الموقع او غيره، بس ما عندي مشكل بهذه المساله. بالنسبه لنا الامور واضحه جدا. يعني تنفي ان يكون كلمه مجرمون الموجوده بالبيان الختامي تعني حزب الله او تتوجه؟ لا، مجرمون عم نحكي بشكل واضح، انه انت الجريمه اللي صارت مع باسكال سليمان، الاجرام اللي عم بيصير بالبلد، حزب الله عندنا توصيف له واضح. نحن بالنسبه لنا حزب الله يصادر قرار الدولي، يخطف قرار الحرب، حزب الله يمنع قيام دولة فعلية، حزب الله جر لبنان للحرب، حزب الله ورطنا بالكوارث، معنا يعني ما بنستحي إذا بدنا نوصف بهذا المكان. طيب، وبالتالي عم نحكي عن الإجرام المتفلت. خليني كمل بالغيابات، لماذا غاب الحزب الاشتراكي عن اللقاء؟ وبالتالي كان في غياب درزي بالتمثيل الطائفي. اشتراكي أخذ موقف واضح إنه هو إذا بدك صفر مشاكل، يعني ما بده يتموضع مع حدا من وقت اذا بدك 11 ايار لليوم، خلاص اخذ مسافه من الكل، حقه بهذا المحل. بس انتبهي شغلي، اذا بتروحي على مضمون موقفه انه نائب سابق جملات، شو عم بيصير مكرر 3-4 مرات اتفاقيه الهدنه، اتفاقيه الهدنه وين ورده بال 17/1؟ شو بتعني اتفاقيه الهدنه؟ يعني انت بترجعي للوضع اللي كنتي فيه بين 43 وبين 69، هذا المضمون تبع الموقف. هي الحدود التي رسمت عام 1923، هذه نعم. اتفاقيه الهدنه، الحدود التي رسمت على اساسها بين لبنان وفلسطين. ايه بس انه اتفاقيه الهدنه صارت بال 49، نعم، وبقيت عمليا لاتفاقيه القاهره 69 تسقطت. انت نحن لبنان ممكن متمسك باتفاقيه الهدنه، بس الاسرائيلي لم يقول لك الاسرائيلي ما بده. مين خبر؟ ما انت عمليا ليه سقطت اتفاقيه الهدنه؟ سقطت اتفاقيه الهدنه لانه فتح لاند اسقطتها، مش اسرائيل اسقطتها، فتح لاند. ما نحكي هون انه حتى لو كان عدوك بدك تحكي وقائع تاريخيه، ما نكذب على الناس. يعني سقطت اتفاقيه الهدنه نتيجه انه كان في خروقات، ايه كان في خروقات، بس انه كانت عمليا عامر دكتور صالح المشنوق فيديو بدعي للكل انه يشوفه عم بين 69 بين 49 و69 كم انتهاك حصل وكم قتيل سقط، وبين 69 لليوم كم الاف الانتهاكات وعشرات الاف القتلى. وبالتالي انت بدك ترجع على اتفاقيه بين دولتين سقطت نتيجه اتفاقيه القاهره، هي سقطتها اتفاقية الهدنة، وبعدين ضلت هذه الاتفاقية الهدنة ساقطة من بعد الاحتلال السوري للبنان، ومن بعد ما تحولت يعني هالحدود نقلت من حدود فلسطينية أسقطت اتفاقية الهدنة إلى حدود سورية أسقطت اتفاقية الهدنة إلى حدود إيرانية أبقت هذه الاتفاقية ساقطة. أنت كل عم تقولي اليوم نريد استعادة هذه الحدود إلى لبنان أن تعود حدود لبنانية، وترجع بتراجع فيها اتفاقية الهدنة، يعني أن يكون مش بدك إسرائيل ترجع الحدود اللبنانية التي والمناطق التي احتلتها من لبنان. هون بنحكي من فوز عتا مزارع شبعة وتيلة الفرشوبة وغيرها. أول شيء مزارع شبعة بنتي في عندك، أنت تقدر ترجعيها، في عندك آلية لترجعيها، يعني هذه الكذبة اللي اخترعوا لنا إياها بصيروا يزيدوا، بصير هلا نختلف مزارع شبعة لبنانية أم سورية؟ لبنانية. عندك شك أنها لبنانية مزارع شبعة؟ ما شفت كيف؟ طب هو أنت لما يكون عندك يعني هلا أنا إذا عندي شقة وجا بدي أنطر جاري ليقول إذا هي الشقة لإلي، ولا بروح أنا بقدم الوثائق للمعنيين لأقول لهم إنه الشقة لإلي؟ إحنا مش فاتحين يعني مسألة الدول وحدودها مش تكاكين، يعني فهمتي كيف؟ يعني انا باخذ هالمساحه وانت بتاخذه، مش تكاني المساله، او اذا بدك تكاني او زريبي في وثائق وفي لا 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 في مشروع دولي،
في الحدود هي حدود دولية، ليش بيسموا لك هي حدود دولية؟ طيب. وبالتالي المزارع شبع اعتبرت هي خاضعة للوضعية السورية من بعد حرب 67، مش خاضعة للوضعية الاحتلالية اللي لها علاقة بال 78، اوكي؟ وبالتالي هذه المسألة بدها بشكل بسيط من قلنا من 2000 لليوم بعد ما وصلنا لها مراسلة للنظام السوري. حق على مين؟ مراسلة شو حق عمين نظام سوري ما بده يعمل لها، ما هي بده خلوه. شو خص النظام السوري؟ انت اليوم عندك كدولة لبنانية عندك كل الوثائق، عفوا استاذ شارل انت تملك كل الوثائق، بلا عندك كل شيء، بلا اذا بتطلع على الملف عندك كل شيء، وانت من تملك حق المطالبة بارضك، بتطلع انت كحكومة بتقول هيدي ارضي، مش بتنطر جارك يجي يقول لك يعترف لك انه هي ارضك. شو مش مزبوط هذا كلام؟ ما له علاقة بالواقع. الواقع انت تهيدي الارض تكون لبنانية 100%، بده يصير في مراسلة من النظام السوري، يعني كتاب مكتوب للمجتمع الدولي لمجلس الأمن بيأكد فيه انه مزارع شبعة هي مزارع لبنانية، ساعتها بدل ما تكون مدرجة بعتقد تحت القرار 242 بتصير تحت القرار 425 يلي انسحبت اسرائيل من الاراضي اللبنانية، وبالتالي هيك بتصير ارض لبنانية. بس بكل الاحوال حتى نقفز ورا هيك، بس ايضا الا تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية التفريط بهذا الحق؟ نظام سوري ما هي اخترعوها، ما هي لما تم اذا انت منك اذا انت منك عم تسعى لتاخذ ارضك، ما العتب على جارك اللي منه عم بيسعى لحتى ياكد على تاكيد انه هي ارضك؟ سحبت اسرائيل عام 2000، اوكي، هاي القصه سرعت بموت الرئيس حفظ الاسد لانه فاجئتهم بهذا الوضعيه اللي فيها، راحوا اخترعوا مزارع شبعه لانه بدهم يحافظوا على ورقه ما يسمى مقاومه. هذه كلها يعني انه مين اخترع مزارع شبعه؟ النظام اللبناني الامني السوري المشترك مع الوضعيه الايرانيه. بس السوريين بهذيك الفتره كانوا عم بيعترفوا انه هي ارض لبنانيه فقط ليخلقوا حجه، بس من شان هيك النظام السوري ما قدم وثائق ثبوتيه تثبت بانها لبنانيه ولا سوريه لليوم، ما بقدم شيء وما بده يقدم. ولكن اذا الوثائق مع لبنان والاعترافات السوريه بالقول وبالكتابه بمذكرات ومقابلات وتصريحات، وبال2008 طلع الرئيس ميشيل سليمان يلي دعيته واجت الوزيره السابقه اليس شطيني حضرت اللقاء، هو من طلع حضر والتقى الرئيس بشار الاسد واعلنوا عن لبنانيه مزارع شبعه. بدك كتاب رسمي من النظام السوري الى مجلس الامن قبل هالكتاب الرسمي ستبقى خاضعه للوضعيه. طيب 24. خلينا مشان ما نفوت كثير بس بمعزل عنها يعني انت فكرك هلا بدي افترض انا وياك اسرائيل انسحبت من مزارع شبعه، ايه انه حزب الله بيسلم سلاحه وروح ابعد معي سلم سلاحه، لا شو بيقول لك؟ شو بيقول لك؟ بيقول لك ساعتها ما الجيش اللبناني منه جاهز لازم انا احافظ على سلاحي، ليش؟ انه دخلك بالعراق. خلينا نجرب بالاول تنسحب ونشوف شو بصير. لا 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 ما له علاقه، ليش انت بالعراق في احتلال اسرائيلي؟ بالعراق بس عم بسالك في احتلال اسرائيلي؟ لا. ليش في حشد شعبي دخلك وتقاونن؟ في احتلال امريكي. باليمن في احتلال اسرائيلي؟ ليش في حوثي وسلاح وكله؟ طيب بس من ضيع وقتنا لانه الاستاذ قاسم قصير صار معنا على الخط، بدي سريعا لماذا غابت كتله الاعتدال السنيه عن هذا اللقاء؟ وهل هناك من دفع بهؤلاء الذين اعتذروا في اللحظات الاخيره دفع بهم لان يعتذروا؟ يعني الاعتدال اعتذرت والاشتراكي بحسب مصادر القوات اعتذروا ايضا. انت بتقلك انا اول شيء عم نحط القصص في محلها، اول شيء الاشتراكي اعتذر قالوا كانوا جايين واعتذروا. لا لا الاشتراكي احنا اذا بدك كنا عم ندعي اساسا هي مصادر قوات لبنانيه انه عم ندعي رفعتها. نعم. تكون انا دقيق يعني بمعنى انه نحن عم ندعيك تحب تجي، بس احنا عارفين سلف انه هو اخذ بده يعمل صفر مشاكل مع الكل، ما بده يكون محل، ما بده يكون بقلب اي لقاء او بقلب اي شيء يكون عم بيبعث فيه رساله للطرف الاخر، خلص هو حاطط حاله بعيد عن الكل، بيعرف ينقي تموضعاته بالمحل المناسب. يعني بالرئاسة نحن صور نحن وياه، بس انه هذا الموضوع بيعتبره اشتباكي عبر عنه انتبهي بالعمق من ملتقيين نحن والنائب السابق جنبلاط، يعني نحن عم نحكي 17/1 وعم نحكي اتفاق ادني ملتقيين استراتيجيا. طيب كتلة الاعتدال صراحة شافت انه هن عم يلعبوا دور رئاسة، اوكي، لما شافوا انه البيان شديد اللهجة اطلعناه هون البيان، لما شافوا البيان شديد اللهجة بيعتبروا انه دورهم اللي عم يقوموا فيه مع الكل رئاسيا بيخسروا، يعني صاروا مع طرف سياسي بهذا المحل، فضلوا ما يجوا، نفهمهم بهذا المحل، يعني نحن بالنسبة لنا هذا اللقاء الهدف منه توجيه رسالة إلى علاقة بالحرب وتطبيق قرار دولي. يقالنا أنه الكتلة هي الأكثر تقربا من المملكة العربية السعودية، وقد تكون المملكة غير راضية عن هذا اللقاء. يعني معروف خدع عطور روحي حتى ما تروحي على الكواليس اللي فيه واحد يخيط راضي عليها. السعودية عن لقاء مع عرب؟
نعم. راضي السعودية عن اللقاء مع رواب؟ هي أكيد راضي السعودية. السعودية ما بدأ يطبق قرار دولي بشكل مدخل لتطبيق. لا من هون الحكى إنه الكتلة اللي هي مقربة جدا من المملكة لم تحضر هذا. حتى ما برجع بقول لك حتى ما نروح على المخيلات ولا التخيلات، نروح على الوقائع. هذه كتلة عم تشتغل بين الكل تقدر تعمل انتخاب، عندها مبادرة، تعتبر حالة أنه هذا اللقاء بيسقط له مبادرة. ما إجي. كيف خدم الذين غابوا عن اللقاء حزب الله؟ كيف شو؟ كيف خدموا حزب الله اللي غابوا عن هذا اللقاء؟ هلا من غاب عن هذا اللقاء مش إنه هلا ما بدي يعني أنا ما بدي روح يعني كاتب مقال حلو اليوم أستاذ جان فيالي بنداء الوطن، بس أنا ما بدي روح. هو هذا السؤال من مقال أستاذ جان فيالي. إيه بس أنا ما بدي روح تقول إنه هني يعني قاصدين. يعني هني متقاطعين معه بشكل عن سابق تصور وتصميم، لا، بس انه عمليا انت لما بتشوفي هالهجمة على اللقاء من كل اقلام حزب الله، يعني من الاخبار لبركات كل اقلام الحزب الممانعة لو غيرهم اكيد كتار، لما بتشوف كل هالاقلام الممانعة الحزبية راح ضد معراب وبتشوف انه في فريق سياسي اخر راح بيعمل نفس التشويش، يعني انه عمليا عم يعملوا نفس التقاطع. يعني انا انتبهي شفتي لو ما عملوا الرسالة الرباعية هول النواب، أنا صراحة حرين ما يجوه، يعني الواحد فيه يجي فيه ما يجي، هذا شيء بشأن له، بس أنت بتعملي رسالة بتقولي هاي هلأ مش 17/1 هلأ مش وقته عايز. سياديون الشيعة والمستقلون أين هم من هذا اللقاء؟ لماذا لم دعيوا؟ دعي حدا من المعارضين الشيعة إلى هذا اللقاء؟ هلا انتبهي، يعني ما بعرف انت تفترضي معارضين شيعة، يعني مثلا الشيخ علي الامين عاده كنا نشوفه بهيك لقاءات ما شفناه. مين الشيخ علي الامين؟ المفتي علي الامين، سمحت المفتي بانه بهذا اللقاء يعني له طابع 17/1، بس انه بالافطار مثلا كان بهذا المحل، يعني مش انه هون لقاء له علاقه بندوه سياسيه. طب ما كان في حدا يعني صراحه في اشخاص، في اقلام، في صحفيين، ما في مروان كان الصحفي احمد عياش اللي اصلا صاغ البيان في، بس يعني ما بدي انسى حدا. نعم. بس انا رايي في جاد اخوي، يعني في كتار. خلينا ننتقل الى الصحفي والكاتب السياسي قاسم قصير. اهلا وسهلا فيك استاذ قاسم معنا في هذه الحلقه. يعني استمعنا الى تعليق السيد شارل جبور على بعض الغيابات التي سجلت وكيف قرأ الهجوم الذي يعني شنته بعض الصحف على هذا اللقاء، وحتى النائب حسن فضل الله. كيف تعلق انت بدورك على هذا اللقاء وما نتج عنه من بيان ختامي؟ أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ شارل جبور. بس في قبل ما أحكي بلقاء معراب، بس في نقطة كأنه سمعت أنه بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قبل 1969 أنه كأنه ما في اعتداءات أو قليل الاعتداءات، ما بعرف إذا سمعت مظبوط. أنا بس حابب أقول أنه في كتاب عم بيعده أعده الدكتور شفيق علاو من بنت جبال، هو حول الاعتداءات الإسرائيلية من 48 ل 78 بعتقد، وسيصدر قريبا، وبهذا الكتاب سيتم تحديد كل ما قامت به إسرائيل ضد لبنان منذ نشوئها. يعني غير أنه إسرائيل بحد ذاتها هي يعني وجود عدواني ضد لبنان حسب ميشيل شيحة وحسب كمال الحاج حسب كل المفكرين اللبنانيين. أما بالنسبة للقاء معراب، وأنا لا أحكي بشكل موضوعي الآن، لا يعني مش عم بحكي لا بجهة حزبية ولا أنه عندي مشكلة، أنا مع أي لقاء لبناني بيتم. لكن إذا بنحكي، إذا كانت القوات اللبنانية أرادت من هذا اللقاء تشكيل إطار معارض مشترك لمواجهة حزب الله أو لتطبيق قرار 1701، لم يحقق هذا اللقاء هدف بشكل موضوعي. أولاً القوى المعارضة، معظم القوى المعارضة لحزب الله لم تكن حاضرة، يعني كان الحضور أقل مما يمكن يجتمعون في لقاءات أخرى تقدم بالجبهة السيادية أو باللقاءات اللي بيعملها حزب الكتائب. ما كان في حضور، يعني في حضور درزي غائب، ما في حدا من الدروز. الحضور السني مع احترامنا للشخصيات هي لا تمثل جو السني، مثلا ما في تيار مستقبل، ما في جماعة إسلامية، ما في مشاريع، ما في قوى سنية أخرى باستثناء يمكن ثلاث شخصيات سنية أساسية لهن اللواء أشرف ريفي وفؤاد مخزومي والضاح الصادق، لكن ما في حضور سني شعبي إذا صح التعبير أو بمثل قوى شعبية. الحضور المسيحي تقريبا كان حضور يمكن غياب حزب الكتائب باستثناء حضور تمثيلي، طبعا غياب التيار الوطني الحر، يعني الحضور المسيحي تقريبا نص المسيحيين، إضافة للأهم أنه ما في حضور شيعي نهائيا باستثناء يمكن ألولي إنه في صحافي أو كاتب اسمه مروان الأمين واللي هو مش كتير معروف. يعني ما في
قوة معارضة لبنانية، كان هذا لقاء للقوات اللبنانية مع بعض أصدقائها، لذلك ما بيقدر يعبر عن الوضع اللبناني. ثانيا بالنسبة للمضمون، يعني ما يطرحه اللقاء هو تطبيق 1701، لكن يريد اللقاء ومن في اللقاء أن يطبق القرار 1701 من لبنان بدون أي التزام من إسرائيل بأي شيء آخر، رغم أن الوضع اليوم من قبل الأطراف الدولية اللي هي معنية بال1701 تطرح مجموعة أفكار مقابل تطبيق 1701، وهذه نقطة حتى من منظور لبناني محض لا تخدم لبنان اليوم بهذه اللحظة. يعني إذا كنت أنا عم فكر من مصلحة لبنانية وهناك أراضي لبنانية محتلة، بغض النظر عن موضوع مزارع شبرا، أهمها قرية الغجا والنقاط الأخرى وكل الاعتداءات الإسرائيلية من 2006 لليوم، كيف يمكن أن نواجهها إذا ما كان في التزامات دولية جديدة؟ اليوم القوى الدولية عم تطرح على لبنان، فرنسا وأمريكا وجهات أخرى، تعالوا لنشوف شو بدكم حتى نطبق 1701. هذه ورقة قوية للبنان، ليش بدنا نتخلى عنها؟ النقطة الثالثة بالنسبة للتوقيت، يعني بغض النظر عن رأينا أو رأي القوات بموضوع غزة وطوفان الأقصى وشو صار من وقتها لليوم، لكن اليوم العالم كله اليوم يحشد من أجل مناصرة غزة. يعني طبعا الجماعات الأمريكية في موقف مبدئي، عم بيجي أنا عم بعمل لقاء بدل ما يساهم بدعم الشعب الفلسطيني وإطلاق حركة لبنانية، يعني وهذه كانت فرصة للقوات اللبنانية خصوصا بعد يمكن مرحلة من القطيعة مع البيئة السنية، أنه تعبر قاصة قضية فلسطينية إلى يعني حضور العربي، أنه تقدم خطاب جديد تجاه القضية الفلسطينية متقدم عن الخطابات الماضية، وتروح على رؤية جديدة تتناسب مع الرؤية اللي عم تنتشر بالعالم اليوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بتشعر أنه لا، هذا اللقاء بده يقول للبنان أنت ما دخلك بقضية فلسطينية، أوقف أي عمل عسكري في مواجهة إسرائيل واترك الشعب الفلسطيني. تقصد أستاذ قاسم أنه يعني هي نفس الصرخة اللي أطلقها البطريرك الراعي بالأمس؟ حتى أنا برأيي بهاللحظة يعني مش مطلوب بس عم بيكون حياد، عم بيكون أنه أنا أوقف وقف أي شيء بظل اعتداءات إسرائيلية بدون أن أطلب من إسرائيل أي شيء آخر حتى الضمانات. يعني نحن بلحظة في مفاوضات جدية، أنا في يعني في القوات اللبنانية تقول أنه أنا بدعم الموقف اللبناني الرسمي من أجل تحصيل حقوق لبنان، وفي ورقة قوة اليوم هي عمليات المقاومة بيستفيد منها لتحصيل حقوق لبنان حتى من منظور لبناني. لذلك بالخلاصة أنا بدي أقول أنه هذا اللقاء كان خطوة ناقصة، يعني سواء بالشكل أو بالمضمون، ما بعرف هلا كيف هن بيعملوا تقييمهم الداخل للقوات اللبنانية، لكن لم يؤسس لقاء بريستول جديد أو لقاء قرنة شهواني جديد أو لقاء لبناني معارض جديد، بقدر ما كشف المشكلات التي تواجهها القوات اللبنانية بعلاقتها بالأطراف اللبنانية الأخرى، وهذا يستدعي أنا برأيي مراجعة. يعني سواء في نقطة أخيرة أحب أقول أنا اللي هو الجمهور اللبناني، ونحن أنا من هالجمهور اللبناني، يعني أنا كمواطن يعني بهذه اللحظة اللي أنا أي خطاب بدي أنا بهذه اللحظة كمواطن من جنوب لبنان أو معني بالقضية، بدي خطاب يقف إلى جانبي، مش خطاب يعطي إسرائيل ورقة بأنه علينا أن نوقف العملية، بالقدر اللي يفترض أن يكون موقف وقف الاعتداءات الإسرائيلية يكون أكثر وضوحا. وعم بحكي الآن يعني أقل قدر ممكن من الكلام الهادئ، يعني حتى ما بدي فوت بإشكالات وسجلات وغير ذلك. طب هذا الموقف القوات، إذا كانت القوات تقدم نفسها أنها فريق لبناني من يمتد من جنوب لبنان إلى الشمال إلى البقاع، مفروض تقدم خطاب يأخذ بالاعتبار كل هذا الجمهور بعين الاعتبار، مش مجرد خطاب يلبي حاجة دولية أو حاجة خارجية أو طرف ما بداخل البيئة اللبناني. لذلك ما بعرف بكرة كيف بده يكون صدى هذا الموقف الخطاب، بعيدا عن من ينتقد أو يعني حتى يمكن زميل، لأن أنا ما قريت المقال كاملا اليوم، محمد بركات اللي عادة يعني مش مع حزب الله، يعني ما شايف أنه هذا الخطاب اليوم بيخدم القوات اللبنانية بقدر ما أنه عم بيقدم خدمة لأعداء لبنان. هذا تقييم موضوعي، وأنا تقديري مفترض القوات اللبنانية اليوم تعمل قراءة تقييمية داخلية، ماذا أنتج هذا اللقاء وإلى ماذا أدى وماذا هو المستفيد منه، حتى تقدر تعرف كيف بدها تواجه المرحلة الجاية لتقدر تعمل ما يسمى التجسير
مع مختلف القوى اللبنانية المعنية بحماية لبنان والدفاع عن لبنان. بدي أشكرك الكاتب الصحفي والكاتب السياسي قاسم قصير على هذه المداخلة وهذا التعليق على مؤتمر أو لقاء مع راب. شو ردك؟ تفضل. أولا يعني في كثير شركات إذا بدك ستاتستيك بيعملوا إحصاءات بالداخل بيأكدوا أنه يعني خطاب القوات اللبنانية وخطابات القوى المعارضة على اختلافها بيمثل 75% من اللبنانيين لجهد انه خلينا احنا ما بدنا حرب. يعني اللي عم بيقولوا الحاج قاسم غير صحيح، لان احنا عم نعبر عن الناس يلي بترفض انه حزب الله يكون معه سلاح، عم نعبر عن الناس يلي بتعتبر انه حزب الله ورط اللبنانيين بحرب جديده، نحن عم نعبر عن الناس يلي بده انه يكون يطبق الدستور وتطبق القرارات الدوليه، نحن عم نعبر عن الناس يلي ما بدها تعيش بجزر امنيه وبدويلات خلقها حزب الله. وبالتالي الخطاب تبعنا هو خطاب عن بيعبر عن شرائح مسيحية وإسلامية، مسيحية وسنية وشيعية ودرزية ترفض منطق الدويلة اللي عم يحكي فيها حاج قاسم، هن خطاب أقلوي. الأمر الثاني، نحن أول ناس تضمننا مع القضية الفلسطينية، وبعتقد أنه الاتصال الأول والأساسي اللي صار مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عمله الدكتور سمير جعجع، وتضمننا ومبارح أكد بكلمته تضمننا الكامل مثلنا مثل كل البلاد العربية. من تورط في حروب هن الإيرانية، يعني لأنه عندهم مشروع وحدة الساحات، يعني يلي تورط هو الحوثي، هو الوحد الحشد الشعبي، وهو حزب الله، يعني هو أدوات عند مشروع إيراني. وبالتالي الشعوب العربية اللي عم يدعينا نفتح عليها نحن نفتحين عليها. الانعزال هن الإيرانيين وحزب الله هن منعزلين عن البيئة السنية والبيئة العربية، لأنه هن يحتلون دول عربية ويزعزعون استقرارها. نقطة ثالثة، جوابنا عن نفسي الحديث، هذا اللقاء لهدفه لقاء بريستول ولا شيء. ساعة لما نقرر نروح على بريستول جديد أو 14 أدار جديدة بنعرف كيف نروح عليها ونعرف شو نعمل فيها ولا نخجل منها. من اللحظة الأولى قلنا هذا اللقاء عنوانه 17/1 دفاعا عن لبنان، دعينا لنشر الجيش اللبناني بجنوب، خمس كلمات أو ست كلمات استفزتهم فقدت لهم صوابهم. الدعوة هي نشر الجيش اللبناني على الحدود فورا، ست كلمات هسترتهم. طيب اليوم قادر الجيش اللبناني ينشر قواته على الحدود مع العدو الإسرائيلي؟ لا، لأن حزب الله بيمنع ذلك. يعني رئيس الحكومه بمقابله على نيو تي في قال خلينا شو قرار الحرب عندي، بيحكي واقع على الرجل. نحن بالنسبه لنا ما ندعي، مسؤول عنا هي الحكومه، عم نقول للحكومه بدك تدعي انت على نشر الجيش اللبناني، واذا ما انتشر جيش لبنان على الحدود مين بيمنع نشره؟ حزب الله. من هو حزب الله؟ جزء من المشروع الايراني. بمجرد وليش تفز هو؟ لانه بتعرف شو معناتها نشر الجيش اللبناني على الحدود؟ انتهى مشروعه في لبنان. يعني بضل عنده سلاح مثل حشد الشعبي بالعراق، يعني كل حجته وسلاحه قادر. يعني قائد الجيش يقول بده 40,000 متطوع لينتشر. يعني شو بدك؟ شو واقع هذا؟ واقع الجيش اللبناني. بعدين الأسلحة، يعني اليوم عم بيقولوا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي أنه نحن سنساعد الجيش وسندعم الجيش. بس قد بدك وقت لتدعم الجيش؟ هي الفكرة. هلا عم خبرك، هلا وبشارتك يترك حزب الله الحدود، يتركها. ما عم نقول هلا يسلم سلاحه فورا. شو بتعمل اسرائيل؟ خليك، ما بتعمل شيء اسرائيل. يترك حزب الله فورا الحدود، ينتشر الجيش اللبناني والقوات الدوليه على الحدود محل حزب الله، وهو يقول انا بلتزم خيي بالمقار تبعي شبابي هلا ما بدي اعمل شيء. كوني اكيده ولا طرقه رصاص وكله بيطبق، وما بتسترجي اسرائيل تخرق القرار في لبنان. واذا عملت شيء اسرائيل الشعب اللبناني كله يكون خلف الجيش. بس خليني اقطع لك هيك، حزب الله عنوان خلافي كبير، عنوان انقسامي كبير بين اللبنانيين. الجيش اللبناني عامل وحدوي بين اللبنانيين، كلنا خلف الجيش، معظمنا ضد حزب الله. بس يا استاذ شارل، على مدى 17-18 سنة منذ حرب تموز 2019 من 2005 لليوم، من 2006 خلينا نحكي عن 17/1، من 17 من وقت أقر 17/1 وإسرائيل تخرق هذا القرار. أكيد لأنه في حزب الله، ما هني عم يشتغلوا. طب حزب الله ما كان عم يعتدي على إسرائيل بهيديك الفترة؟ شو بديك؟ ما خلص، ما هو ما عندك هول مكونين، عندك مكون إيراني في، يعني هي مشكلتها أنه قاعد على، يعني ما هم مواطنين جنوبيين هونيك بيوتهم. في عندك حزب الله وسلاحه وترسينته، اوكي، عم بيحضر حاله. ما انت اسألي حالك سؤال، هون عم نحكي بخلفية عسكرية، انه لماذا اسرائيل اظهرت احداث طوفان الاقصى
أنها غير متمكنة من مواجهة حماس وأظهرت أنها متمكنة من مواجهة حزب الله. صار حالك السؤال بتعرف ليه؟ لأن إسرائيل كانت مطمئنة لحماس، معتبرة أنه هي حماس عم تخدم لها مشروعها بإسقاط حل الدولتين بفلسطين، بينما حزب الله بشكل خطور عليها شغلي عليه. لكن كيف عم تقدر، كيف عم تقدر بتفوق تكنولوجي تتغلب عليهم؟ لأنه شغلة ليه أمنيا، بتقول هالطيران كان عم يفوت والخرق نتيجة أنه حزب الله. طيب إذا هيدي الحجة بتمشي، ليش كان عم يطلع يقصف سوريا من فوق يستريح الأجواء اللبنانية لقصف سوريا؟ لأنه خلق بالنسبة له لبنان، ليش عم نعطي تبريرات لإسرائيل لأنها تستريح الأجواء اللبنانية؟ لبنان وسوريا والعراق هي كلها تحت إيران. إيه بس عم برر أنه الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والخرق للسيادة اللبنانية للجيش اللبناني، كل يوم كان عم طلع بيان بهذا الخرقات. لك شو أنت قبل ما حزب الله يسلم سلاحه للدولة اوكي، ما فيك اليوم اشتباكه مش بين لبنان واسرائيل، اشتباكه بين حزب الله واسرائيل، يعني بين ايران واسرائيل عن طريق حزب الله اوكي، مش بين لبنان واسرائيل. الدوله اللبنانيه مغيبه ومصادر قرارها. انت انا اللي علي يقولوا انه اذا في جيش إيه بس لبناني. ما جاوبني استشار يعني، وكانك تبرر هذه الاستباحه الاسرائيليه للاجواء اللبنانيه. لا ما عم برر. بالنهايه لما بتطلع صوب البترون وبتقصف على سوريا او بتطلع على الشمال او على الكوره وعم يعني هي اراضي لبنانيه، ما في حزب الله اخي عم بيحاربوا بعض، وهي مكونات يعني في مشروعين عم بيتحاربوا حسابنا، مشروع اسرائيلي ومشروع ايراني اوكي. ايران عم تستخدم لبنان عن طريق حزب الله، اوقات تستخدم الارض السوريه، اوقات تستخدم الحشد الشعبي، هو عم بيتقاتلوا حسابنا. انا مشكلتي انه انا مثل ما كانت ليكي مثل ما كانت دخليك انه تقصف لبنان لمكان الفلسطيني في لبنان نفس الشيء. طيب يعني شو ضماني انه اسرائيل تلتزم بتطبيق 17-01 واللي هي ما التزمت فيه ولا مره؟ هالمره بحال التزم حزب الله وابدا حزب الله استعداده للالتزام والحديث عن اي امر فور وقف اطلاق النار في غزه. شيء هاي حجي لحتى نكب عند غيرنا. اول شيء انت عليك مسؤوليه يا اختي، انت حزب الله ما وافقت على 17-01 حبيبي، وافقت عليه انت. اول شيء احنا كحكومه لبنانيه شو بدي باسرائيل؟ شو بتعمل؟ ننسى اسرائيل اوكي، شو بدنا فيها؟ هي المجتمع الدولي معني فيها، احنا معنا تعاطي مباشر احنا وياها. طيب نحن بالنسبه لنا كلبنانيين علينا ان نطبق 17-01، وعلينا ان حزب الله في انت برايك نسالك سؤال لي طبيعي حزب الله شو له خصه حزب الله بالحدود؟ شو له دخل؟ اخي هاي الحدود بيكون عليها جيش لبناني. اخي انت مين كلفك هذه الحدود؟ يعني هذا الموضوع مشرع بالبيانات الوزاريه، جيش الشعب ومقاومه. هذا صار بشكل يعني شو؟ يعني انقلابي على الدستور. شو انقلابي؟ في وزراء موافقين وانطرح امام مجلس النواب البيانات الوزاريه وصدق عليها. هذه نقطه خلافيه ونالت ثقه هذه الحكومات. هذه نقطه خلافيه اساسيه. حزب الله كان لازم يسلم سلاحه في حكومات كان فيها قوات لبنانيه ايضا، هيدي كان لازم يسلم سلاحه من 91 مثلا، وكان لازم يسلم سلاحه بعد ما انسحبت اسرائيل بال 2000 مثلا، وكان لازم يسلم سلاحه بعد ما فلت جيش سوري من لبنان مثلا، وكان لازم يسلم سلاحه بعد 2006 حرب تموز مثلا. انت هي الحدود لازم تكون حدود، بيتصور انت بالاردن الحدود الاردنيه مع اسرائيل مثلا تكون. طيب اذا الحكومات عاطيه الحق بالمقاومه شو وين المشكله؟ هذه التوليفه اللي صارت توليفه لحتى تقدر تعمل عمليه تعايش. طب اليوم لانه حزب الله عم بفوت من باب، يعني السيد نواف الموسوي كان بمقابله مع زميلي سمر ابو خليل هون وقال انه بالبند الثامن يلي اليوم كل المجتمع الدولي عم بيعمل هيدي الحرب لتطبيق 17-01 بناء على هذا البند، يقول انه ينص هذا البند على انسحاب يعني الجامعات المسلحه باستثناء تلك التي تعود ل او الى علاقه بالحكومه اللبنانيه او تخص الحكومه اللبنانيه. الحكومة اللبنانية شرعت المقاومة في بياناتها الوزارية، وبالتالي وجود المقاومة في تلك المنطقة هو أمر مشرع. 17-01 واضح ما بيكون في أي وجود لأي قوة عسكرية باستثناء الجيش اللبناني والقوات الدولية، وبالتالي هذا والقوات التي تعود الجيش اللبناني والقوات الدولية وتحديدا هذه الجملة ايه تلك التي تخص الحكومة اللبنانية. شو تخص الحكومة؟ حزب الله بخص الحكومة؟ لا بس مشرع بيانات الوزارية تشرع هيدا الثغرة اللي عم يفوت منها حزب الله. مثل ما قالوا تحاوروا هن شو بتعرف شو عقدتهم هيك عندهم عقدة فيها تاريخية؟ عقدتهم التاريخية انه اتفاق طائف بجيب سيرتهم بيطلعوا بيقولوا انه هو حاكي عن تحرير الأراضي اللبنانية، يعني إذا اتفاق الطائف كان حاكي عن تحرير الأراضي اللبنانية ما الدولة بتحرر الأراضي اللبنانية، يعني حاكي عنهم. خي مين خبرك انه أنت عم تحرر الأراضي اللبنانية؟ شو بدك من الحزب؟ طيب هي ما بتشوفها ثغرة بالقرار 17-01 خليك معي شوي. 17-01 كان لازم أن ينهي المسألة المتعلقة بسلاح حزب الله جنوب الليطاني. في فريقين تقاعسوا، رئيس فؤاد السنيورة تقاعس والمجتمع الدولي تقاعس،
كان لازم من تمو من قبل 2006 أن لا يكون هناك أي وجود لحزب الله في المنطقة الحدودية. صافي تقاعس مزدوج، رئيس سنورة خاف والمجتمع الدولي خاف. ما طب اليوم ليش عم ينرجع ينحكى بال 1701؟ ليش ما بينحكى عن بديل لل 1701، خصوصا انه هوكستين عم يطرح طروحات تقرب وجهات النظر، لانه عارف انه 1701 ما رح يتطبق. اول شيء انت صرت بواقع جديد، اوكي. الواقع الجديد هو شو؟ نعم. كمان تنقل من الملف اللبناني، انت طوفان الاقصى حطت الممانعه امام تحديين. هلا قبل ما نحكي عن تحديات مستقبلية، هلا اوكي، هلا انه ما ردت على امريكا اسرائيل، لا بدها تعمل هدنة رمضان ولا شيء، كفي اوكي. يعني التحدي الاول بدها تشيل حماس من غزة، تاخذ شهرين تاخذ ثلاثة بعد عندها رفح، اوكي بدها تشيل. التحدي الثاني بدها تبعد حزب الله 10 كيلومتر. ليش فكرك انه في هذا الضغط الدولي اللي عم يجي جهود دبلوماسية؟ ليه؟ لانه انت فتي بالعد العكسي للتهديد الاسرائيلي للمجتمع الدولي، انه في حال لم يتم ابعاد حزب الله، يعني ابتعاد حزب الله 10 كيلومتر او 7 كيلومتر على الحدود، انا بدي ابعده عسكريا. وبالتالي عم بيقولوا اذا فتنا بهذا الكلاش، انت عم تشوف كيف الارض عم كيف حرب عم توسع، اذا فتنا بالكلاش مين قال انه تبقى بجنوب؟ بتتوسع كل لبنان مثل حرب تموز، وهالمره بتوحش اسرائيلي اضافي نتيجه الخساره يلي منيت فيها بطوفان الاقصى. وبالتالي انت امام واقع انه ما بقى في شيء اسمه، انت امام خيارين، يا بترجع بالدبلوماسية يا بني يرجعوك بالقوة. هون الحزب شو عم بيقول؟ أنا مستعد فاوض تتراجع شرط توقف الحرب بغزة. ما قال لأتراجع، قال ما بنحكي بشيء إلا تخلص أوكي. الحرب بحكي بالدبلوماسية، أنا بحكي بشو بدكم نحكي، بنحكي بس لما توقف الحرب بغزة. هلأ هون سؤال، وين سؤال عم يسأل؟ يمكن قبل ما تخلص حربة برفح تقرر تقول لك أنا هلأ بدي إياك تتراجع، تعمل حرب بهيك. إذا خلصت حربة برفح حزب الله بصفي عنده حجة، بقول اما وانتهت الحرب بغزة، هلا انا بوقف حربي هون، ساعتها بدخلك بجمعتين او ثلاثة تفاوض تيقدر ينسحب. بس ما بقى في خيارات، انت امام هذا الواقع يلي وصلك منه. شو شفتي لو حزب الله، انا رأيي بديك وبينك بغرفه المقفلة عم يعمل هيك، عم بيعدوا اصابيعه ندامي انه فات بثمانية تشرين بالحرب. لا شفتي لو ما فات بثمانية تشرين بالحرب، ما كان حدا اجى صوبه، ما كان شيء، وكان بقي مثل ما هو مسيطر على الجنوب وسلاحه على الحدود وما حدا بيلو فيه. فوته بالحرب ألزمته أنه بده يتراجع 10 كيلومتر. النائب جميل السيد يقول الخوف من أن تساوم أمريكا مع حزب الله على تطبيق القرار 1701 مقابل الرئاسة الفرنجية هو اللي سبب هذه الصرخة اللي أطلقتمها في معرض. أنا انتبه، يعني إذا بدك من وقت اللواء السيد، يعني أنا أمتى هيك انكشف عندي اللواء السيد؟ من وقت قصته مع قصة الوزير السابق شايل سماحة، فهمت كيف؟ يعني هو قوله إنه هذه السيارة ما بتسيح مارين، يعني من وقت صرت عم تابعه حسيته إنه خي كنت بتسأل خي كيف هذا كان مسؤول عن النظام الأمني اللبناني السوري المشترك؟ يعني أكتر شيء بيعمله على تويتر، يعني إنه بشرفك إنه هذا الكلام اللي عم بيقوله أي مقايضة أي بلوط. بالعكس أنا مع خطاب نخاطب فيه ناسنا وجمهورنا حتى لو كنا مختلفين، نخاطب بشكل جدي. اي مقايض على ليش امريكا بقى قايض على 1701 اليوم؟ بطلت اليوم اسرائيل، خلينا نحكي واقع، اسرائيل نتيجه طوفان الاقصى للمره الاولى منذ نشوء هذا الكيان تشعر اسرائيل بخطر وجودي. اللي صار طوفان الاقصى عليها ايه، ما حتنسى مثل الهولوكوست، ما حتنسى وما حتنسيك اياه لبعد 200 سنه. لاول مره عم في هجره عم تصير داخلها، واذا ما قدرت تمسك الوضع ايه في عندهم أزمة من طبيعة وجودية استراتيجية. توصلك لوين؟ ما في شيء اسمه مقايضة وتوصل إيران على الرئاسة ومننسحب تكتيا. بالنسبة لإلهم حماس لن تبقى داخل الكيان، حزب الله الآن يجب إبعاده، وعم خبرك هلا بس حيقدروا إبعاده؟ خلي كمل لك. قبل طوفان الأقصى كانت تعتبر إسرائيل إنه إيه إيران ضده، بس ولكن قادرة مع إيران تعمل إذا بدك ترسيم حدود، وقادرة تعمل ترسيم بالمواجهة ومرتاحة. بعد طوفان الأقصى شعرت بأنه من يهدد وجودها هي إيران. شو بدك؟ هو الأزرع تبع إيران، إنه إيران. وبالتالي إيران التي تمددت اعتباراً 11 أيلول 2001 بالحسابات الإسرائيلية، هذه الإيران يجب أن تنحسب تدريجياً. يعني أصبح وجود إسرائيل ما بتهدده حماس، وجود إسرائيل يتهدد بمجرد وجود إيران. أنت صرتي هون بيحكيني اللواء السيد
عن قصة انه رئاسي واسلامين فرنجي ومقايضة وبازار. اي مقايضة اي بلوط، انت امام حرب على الابواب. إذا في حال لم تنحسم هذه المسألة كل لبنان بده يكون واقع تحت الحرب. خليني انتقل أنا وحضرتك استاذ شارل لشوف مقابلة أجريتها بمعراب مع النائب وضح الصادق يلي كان حاضر باللقاء. نورة بمعراب. شكرا، نورك موجود كان أيضا في معراب. خلينا نسمع وضح الصادق ماذا قال عن قرار 1701، وبدي تعليقك على الموضوع، وبدي أختم بسجورني والورقة الفرنسية معك. خلينا انتقل. اليوم تطالبون بتطبيق 1701 كاملا، ولكن إسرائيل أساسا لا تريد أن تطبق هذا القرار. كيف من أين الضمان بأنه إذا نحن طبقناه، وأساسا نحن خلال 17 سنة كان في شبه تطبيق كامل إلى حد ما، يعني بشكل عام لم يتم خرقه إلا عندما اعتدت إسرائيل على لبنان. خلينا نحط المعطيات أمامنا. أولا نحن عم نطالب بدخول الجيش اللبناني إلى الجنوب ودخوله وانتشاره بشكل مكثف، لأنه برأينا هذا الضمان الأساسي لتطبيق 1701. نحن وقت عم نطالب بتطبيقه، تأكيدا على كلامك أنه إسرائيل ما عم تطبقه، عم نطالب بتطبيقه لنحرج إسرائيل. أنه 1701 اللي كنا خلينا نتذكر عام 2006 الدولة اللبنانية بطلب من حزب الله طالبت بوصولنا لقرار 1701، وتم الموافقة عليه من كل أركان الدولة اللبنانية وخصوصا من حزب الله بهذيك الفترة. فنحن عم نطالب بتطبيق قرار فيه توافق كامل من الدولة اللبنانية ومن كل عناصر الدولة اللبنانية على تطبيقه، وفي عنا ضرورة اليوم حماية للبنان أنه نوصل لهذا المكان. هل يكفي أن تحرج إسرائيل معنويا؟ لأنه إسرائيل تنفذ، لا يعني بعمرها ما التزمت بقوانين دولية وقرارات دولية. صح. دائما عندما تريد الاعتداء تعتدي ولا تسأل عن أحد. فنحن إذا طبقنا، وأساسا قبل 7 أكتوبر كان الوضع تمام على الحدود. ما بيكون أبدا الوضع تمام إذا ما كان جيشنا اللبناني هو اللي حامينا، ولكن بعد 7 أكتوبر برجع بقول في طرف لبناني دخل الحرب، أخذ قراره بدخول الحرب. هذا القرار ما اتخذ لا بمجلس النواب اللي بيملك القرار ولا الحكومة، وعلى لسان رئيسها أنه الحكومة لا تملك قرار حرب وصرب. نحن عم نقول أنه ممثلين الشعب اللي انتخبوا بما فيهم نواب حزب الله بما فيهم نواب الثنائي يجب أن يتخذوا مجموعين أو بالأغلب حسب الدستور اللبناني قرار دخول الحرب، الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. هذا المثلث هو الوحيد المفوض بقرار دخول الحرب اللبنانية. هيدا القرار موجود بهذا المكان حماية للبنان. قبل 7 أكتوبر كان الوضع مختلف، كان في هدوء، وكنا دائما نقول أنه في قرار اتخذ، لكن وقتها كنا عم نطالب الجيش يكون بشكل مختلف. طب اليوم من أين نأتي بعديد قوات للجيش اللبناني بهالظروف الاقتصادية؟ وأساسا ربما الإمكانات لدى الجيش اللبناني ما بتخوله أنه يقدر يكفي هذا العدد الكبير لانتشار جميع، يعني هذا العدد الكبير للجيش لينتشر على طول حدود. عنا ضمانات، وبتعرفي نحن بعدنا جايين من جولة من أمريكا، والجيش اللبناني بقي واقف وبقي قادر أنه يصمد بهالمرحلة بدعم القطري والأمريكي وغيره من المجتمع الدولي يلي دعموا الجيش بسلاح وبالمال. اليوم هيدا الشيء عم بصير، وبعتقد الحكومة عم بتواصل هيدا الموضوع، وهيدا كان جزء أساسي من دورنا بجولتنا الأخيرة ومنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخذنا شبه ضمانة أنه اليوم الجيش يقوم بعملية تطويع كبيرة لعناصر لدخول 8-10,000 عنصر مع تأمين، وسمعنا بمبلغ 400 مليون دولار كمرحلة أولى لتأمين عتاد وعتيد لنقدر نطلع على جنوب. وهذا الحل الأساسي بالانتشار على جنوب لبنان وبانتشار على حدودنا الشمالية لنقدر دور الجيش وضبط الحدود اللبنانية، مش دور أي حدا غير الجيش اللبناني، وهذا اللي بدنا يقوم فيه. يعني ضامنين أنه إذا اليوم اتخذ القرار من قبل الحكومة بأن يتم نشر الجيش على طول الحدود، أن يتم دعم الجيش فورا بتأمين العتاد والعديد لأن ينتشر على الحدود؟ هذا الشيء اللي عم يتقدم فيه ضمانات من المجتمع الدولي. اليوم نحن وقت ينتشر الجيش بهالطريقة هذا اللي بيحمي البلد. طيب إذا قالوا لنا نحن مدعم الجيش إذا انتشر، نقول لهم لا ما بدنا نخلي الجيش على الحدود. بلقائكم بأمريكا انحكى كثير بال 1701، يعني باللقاءات اللي عملتوها التقيتوا بهوكستين حكيكم بال 1701؟ أكيد هو الحكي الأساسي نحن كان بالحرب وال 1701 بدعم الجيش اللبناني بالنازحين السوريين بتفجير المرفأ، هول كانوا الأربع مواضيع الأساسية اللي كانوا عم يحكوا هناك. طبيعي إنه في حكي عن 1701، ولكن
مثل ما الفرنسيين يوم كمان عم نحكي بتطبيق تدريجي ل 1701، وانه اليوم الاهم هو وقف اطلاق نار لا حمايه اهلنا بجنوب، فرض وقف اطلاق نار على الطرفين وخصوصا على الاسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني بالمنطقة اللي عم نحكي عنها تكون منطقة ما فيها وجود عسكري غير للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ومن ثم بنطلع على باقي تفاصيل 17/1. يعني استمعنا الى ما قاله ان ابو ضح الصادق بعتاد بيتوافق مع اللي كنت عم بتقوله خلال الحلقة، على وضوح فكره، ثبات موقفه، وجرأته السياسية. طيب بدي أتكلم من موضوع ال 17/1 سريعا إلى في هنا تعقيبات عم توصلني على الواتساب، أنه صحيح حضرتك قلت أنه نحن منعنا الممانعة تعمل انتخابات، يعني التعطيل بانتخابات رئاسة الجمهورية هو من القوات اللبنانية؟ آه. شفتي كيف بيخدوه على أمور، من يعطل الانتخابات الرئاسية هو الممانعة. يعني أنت روحي على العمل على طول، يعني مين اللي عطل الجلسات هو الممانعة. فريق 8 أدار وعطلته. أنت شو عطلته؟ لا لا، إحنا عطلنا ولا جلسة، الواقع هلا يعني عندك في قد كم جلسه؟ 12. منعنا الاول كم صار؟ انا هاب وصل لك كم صار في جلسه 12 و13 12 جلسه. نعم. 12 جلسه اللي بيطير النصاب مين؟ مؤمنة. ب 12 جلسه كنا عم نطالب باستمرار بضروره انه نروح على دوره ثانيه وثالثه. مين مرة على دوره ثانيه وثالثه؟ المؤمنة. مين ما عم برد علينا نروح على جلسه مفتوحه بدورات متتاليه؟ المؤمنة. وبالتالي ما نعطل انتخاب رئيس المؤمنة. انا عم بقول الموقف السيادي الواقف قوي منع الممانعة أنه تقدر تكرس مرشحي، أنت تستخدم المؤسسات لتكريس مرشحي. لا، وزير خارجية الفرنسي امبارح كان بلبنان، ويبدو أنه أتى خالي الوفاض من أي ورقة مكتوبة، وقال أنه في الساعات المقبلة سيتم تسليم لبنان المقترح الفرنسي. خلينا نقول زيارة وزير الخارجية هي استكمال للقاء رئيس ماكرون مع رئيس مئاتي والعماد جوزيف عون. أوكي. نعم. نحن أمام مرحلة في جهود تبذل فرنسية وأمريكية ودولية من أجل منع مثل ما قال وزير الخارجية الفرنسي تجنيب لبنان الأسوأ، تجنيب لبنان الحرب الواسعة، وبالتالي يسعون في هذا الاتجاه. هل بينجحوا بذلك؟ ما بنعرف، لأن هون أنت عندك إرادتين. عرفت شو هي التفاصيل اللي عم يجربوا يقدموا؟ تصور عملي له علاقة بالحدود، بس بالتقدير انه الحزب مثل الشرط اللي حاطه انه ما ببحث قبل ما توقف حرب غزة، هذا حيشكل عائق. بضل عندك امل وحيد انه اسرائيل ما تقرر الحرب على الحزب بشكل واسع قبل ما تكون خلصت حربها برفح، لانه اذا خلصت حربها برفح حزب بوقف هون، بصف في امكانيه للكلام، غير هيك فتنا بالمحظور. انا بدي اشكرك شارل جبور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانيه على مشاركتي في هذه الحلقه، وبدي اشكر الكاتب السياسي والصحفي قاسم قصير ايضا على مداخلته، والشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعه. الحلقه انتهت، الى اللقاء.